اهلا بحضراتكم من جديد، وتفاصيل مهمه جدا في اللقاء اللي كان بيتحدث فيه دكتور سعد الشلبي القائم باعمال المدير التنفيذي عن الخطوات القادمه مع شركه الاهلي للخدمات الرياضيه وشركه الاهلي للمنشات الرياضيه بالتوفيق خلال الفتره اللي جايه، ومجهود عظيم بيتم خلال هذه الفتره لتطوير وتحديث اطار العمل داخل النادي الاهلي في جميع القطاعات. طيب بالنسبه بقى لكره القدم، النهارده التاهل لمنتخبنا الاولمبي بالتاكيد شيء اسعد كل المصريين وكل المنتمين للرياضه المصريه وللكره المصريه، تاهل انجاز طيب، الوصول لدور الثمانيه، هتواجه منتخب البرازيل. طيب يا جماعه، البرازيل كانت في المجموعه الرابعه، تصدرت المجموعه بسبع نقاط، كوت ديفوار في المركز الثاني بخمس نقاط، المانيا خرجت من الدور الاول وعندها اربع نقاط، السعوديه صفر من النقاط. البرازيل يا جماعه عملت مباريات، طبعا دي لقطات من مباراه النهارده مصر واستراليا، شايفين تمريره واختراق رمضان صبحي، تمريره مميزه لاحمد ياسر ريان، هدف ولا اروع من احمد ياسر ريان، افتتح بيه النهارده اول اهداف منتخبنا الاولمبي في دوره طوكيو، وهذا الهدف كان بمثابه العبور الى مرحله دور الثمانيه، لان كان مهم جدا تكسب ثم بقى تبدا تفكر في فارق الاهداف، لان طبعا كنت بتنتظر نتيجه المباراه الاخرى. الشناوي النهارده يعني دور مهم جدا لا يقل اهميه عن دور اي فرد داخل الفريق، لما تم اختيار محمد الشناوي لحراسه مرمى منتخبنا الاولمبي، كان بيتم اختيار لاعب بمواصفات عالميه في مركز المنتخب ممكن يكون محتاج فيه لعيب خبره. الفكره هنا مش بتكلم عشان فكره انتماء، فبتتكلم عن فكره انت معاك افضل حارس في مصر وافضل حارس في افريقيا، فعشان كده النواقص اللي كانت موجوده كعنصر الخبره في هذه البطوله، منتخبنا الاولمبي والكابتن شوقي استعان باللعيبه اللي ممكن تسد هذه الثغرات. بنتكلم على الشناوي، بنتكلم عن حجازي، وبجوار الحجازي موجود الونش، هدف عمار حمدي المتابعه احمد حجازي النهارده مع اسامه جلال. النهارده المنتخب زي ما انا قلت امبارح، منتخبنا الاولمبي لو الكابتن شوقي غريب فرض اسلوبه على لعيبته قبل ما يفرض اسلوبه على الفريق المنافس هيكسب. منتخبنا الاولمبي كان لازم يلعب بالطريقه اللي هو بيلعب بيها اثناء البطوله الافريقيه المؤهله للدوره الاولمبيه في مصر. لازم تفرض شخصيتك، لازم تفهم لعيبتك انك بتلعب باسلوبك انت مش باسلوب عشان تطلع باقل الخسائر من المنافس، انت اسم كبير، انت معاك لعيبه مميزه، لازم الجهاز الفني والكابتن شوقي يبقى عارف ان هو معاه افضل لعيبه في مصر، وهو كمدير فني عنده خبرات وكل الناس كانت واثقه فيه انه يقدر يتخطى هذه المرحله. لما حطيت كل هذه الثقه النهارده ونزلت عملت مباراه كبيره، كانت في ثغرات دفاعيه، لكن في نفس الوقت كان عندك حارس عظيم قدر يتصدى لهذه الثغرات ويحافظ على شباك منتخبنا الوطني عشان يتاهل بمنتخب مصر الاولمبي الى دور الثمانيه في مواجهه منتخب البرازيل. البعض يقول لي المباراه هتبقى صعبه، بصوا يا جماعه، التاريخ والبطولات حاجه والملعب حاجه ثانيه. لعبنا قبل كده مع البرازيل في كاس القارات وعملنا مباراه من اعظم مبارياتنا التاريخيه في مشوار كره القدم على مستوى التاريخ، وطلعنا بنتيجه 4-3، كسبنا ايطاليا في كاس العالم للقارات. لعبنا مع البرازيل على لعبها يوم السبت الساعه 12 دور، لعبنا معاها ودي وكسبناها ودي، ممكن تكون مباراه وديه بس انت لعبتها وكسبتها. البرازيل في مجموعتها لو بتتكلموا على نتائجها سبع نقاط، اهي دي بعض اللقطات ليها النهارده في مباراتها مع كوت ديفوار، ولعبت كمان مع المانيا ومع السعوديه، اهي دي مباراتها النهارده مع السعوديه، دي مباراتها مع السعوديه، كسبت السعوديه 3-1، كسبت المانيا 4-2، اتعادلت مع كوت ديفوار 0-0، يعني ممكن يكون المنتخب ده عنده مشكله في التعامل مع الفرق الافريقيه، فتعادل، انت عندك مباراه معايا يوم السبت ان شاء الله تقدر تعمل نتيجه ايجابيه، واذا منتخبنا باذن الله يا رب اذا قدر يكسب البرازيل انا واثق ان شاء الله مصر مش هترجع من دوره طوكيو في منافسات كره القدم الا لما يكون معاك ميداليه اولمبيه، ولما يكون معاك ميداليه اولمبيه في انجاز زي ده حاجه هتبقى شرف كبير جدا لكل المنتمين للكره المصريه وللرياضه المصريه، في ظهر الفريق في ظهر المنتخب، ده منتخب بلدنا هنفضل نسانده لاخر لحظه. لكن في نفس الوقت بقى ومنتخبنا بيكسب وبيعمل نتائج كويسه، السوشيال ميديا بقى راحت لفكره طب وضع مباريات الدوري ايه؟ ما هو المنتخب